اولا انا مبسوط جدا بالدور وبالندوه، بالدور اللي حضرتك بتعمله وبالاعمال الرائعه والطقوس اللي انت بتتبعها لاختيار الاعمال دي جميل جدا ورائع، حاجه يعني بتتكلم بكل وضوح وده مطلوب جدا، والتوضيح ده مطلوب جدا لكل الناس. وتاني حاجه برضو، انا المفروض كنت اول ما دخلت استأذنت للتصوير والنشر في قناه يوتيوب، فايتس اوكي بالنسبه ل... اه طب تمام تمام ده باي ذا واي. بس انا قرات احمد حلمي، ما كانتش ليا فرصه اتعرف على الدكتوره مها، بس من الحاجات الجميله واللي انا سمعتها قصائد جيده جدا. قرات احمد حلمي و لفت نظري، قبل بس ما لفت نظري للعمل، حكاية برضو أنا معاه في أني كان عندي كتابات جديدة، ففاكر أن ده جديدة الأول للراجل صاحب العمل، يعني كتابات جديدة، واتفاجئت أني لازم يكون ما عداش سن الـ40. طب أنا 48 سنة ولسه أول عمل اللي اديته لحضرتك في المعرض لو تفتكر، سنكسار، مجموعة قصصية، فيعني انا نازل لي اول عمل وانا عندي 48 سنه، فانا شايف اني يعني يمكن اعاده نظر في السن، انا ما اعرفش ليه، مش عشاني، مش عشاني، بس ماشي، بس دي نقطه باي ذا واي يعني. بالنسبه للعمل انا مش هتكلم في نقد او الاجزاء اللي انا نقدت العمل وكتبت مقالة إن شاء الله هينزل في مجلة ورقية أو إلكترونية قريب بإذن الله. عمل متجاوز الكتابات الأولى، الكتابات الأولى أقصد بالنسبة للكاتب بقى، بعيدة عن السلسلة، متجاوز بكتير في على مستوى السرد، على مستوى الصور، على مستوى الفكرة، على مستوى الخلفية اللي أنتجت ده، فحاجة الواحد فخور بيها. فمش هتكلم في النقد تاني، ولكن هو كان يعني عبثي، او هو في عالم عبثي، او بيتكلم من نقطة العبث، فده برضو يعني اتكلمت فيها قبل كده، مش هتكلم فيها. انا هتكلم في النقطة اللي هي لمست معايا دلوقتي او مع حضرتك كرئيس تحرير ومعجب بيها جدا، اللي هي التنسيق الداخلي للعمل. صفحة فاضية، الصفحات الفاضية اللي بتدي نوع من الراحة بعد التكثيف اللي كان عامله أحمد عامل تكثيف كبير جدا 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 على مستوى اللغة والأحداث، وعلى مستوى الحاجات اللي هو مش بيقولها أثناء الجمل، اللي هو أنت تفهم إن في حاجات تانية وترجع والقصة ما تتقريش مرة واحدة، ترجع تقراها أكتر من مرة عشان تستوعب ده. ففي صفحات فاضية دي معجب بيها جدا. الفونت الاول، الكلمه الاولى اللي هي فونت كبير بولد في اول كلمه، احتفاء بالبدايات، لان هو شخص البطل، يعني اقصد شخص بيحتفي بالبدايات وبيرجع للعدم، نقطه تانية بنقطه في زمان، في دوائر زمنيه، فده لازم اشيد بيه واشيد بالنشر. النص الصفحه الفاضيه أشكرك 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 والله، لا أنا ده رائع جدا حقيقي. فأنا بقرأ مستمتع، ونص الصفحة الفاضي ده طبعا ليها مبرر، إن هو النص صغير فندي نص بس، ولكن هو إدى راحة، إدى نوع من الراحة للقارئ إن هو يحاول يستوعب التكثيف اللي حصل. ولكن بس الحاجة بس اللي هي يعني ليا ملحوظ عليها، ان هو العنوان مش في نفس الصفحة بتاعة النص، كنت اتمنى ان العنوان يبقى في نفس صفحة النص. بتدي الفترة الحالية فعلا بالفعل بتحط عنوان القصيدة في نفس الصفحة، النص تمام يعني تمام. بعد مرور فترة زمنية من اول تقريبا بعد 3 سنين اشكرك، عدلنا الشكل وتدارك هذه النقطة بين القطاع في نفس الصفحة، كمان الفونت ده رائع جدا. انا بشيد وبحييك بجد على التنسيق، وعلى التنسيق الداخلي، وعلى الفونت اللي هو الحلم بفونت غير الفونت السرد، لا ده رائع جدا.
لكن بالنسبه لمقال النقد انا قلته قبل كده او هكتبه في مقال نقدي. مقال مهم وجميل اشكرك عليه. يا رب يخليك. وانا معجب جدا بالعمل ومعجب جدا بالتجربه، ويا ريت تمتد شويه او ما يبقاش على الاقل فرد سنين. وشكرا جزيلا. ان اول ما اعلنا ان في سلسله كتابات جديده كده الشباب تحت سن 40، ما انا شباب برضو. في الشباب اللي فوق 40 هجمون والسن وكذا، هي المساله عكسيه. هيئه الكتاب فيها سلسله ابداعات قصصيه استاذ سيد الوكيل مفتوحه السن، ومعظم وكتير من اللي بتنشر لهم بيبقوا سنهم كبير. في ديوان شعر العاميه هي مفتوحه في الفصحى، في كذا حاجه يعني، في سلاسل كتير ومعظم اللي بينشروا فيها اللي سنهم كبير. هي العكس يعني، المتاح للي سنه كبير اكتر من اللي سنهم صغير. انت هنا في السلسله دي تنشر 12 كتاب في السنه شعر فصحى وعاميه قصه قصيره، عدد قليل طبعا، وروايات. وكنا فتره من فترات بننشر نقد وبطلنا، لان انا اكتشفت ان في سلسله للنقد في الهيئه فرقت ده للابداع. انت بتنشر 12 كتاب ومسرح، بتنشر 12 كتاب للشباب في السن تحت السن ده خلال السنه، في حين ان السن المفتوح موجود في سلاسل كامله، علاوه على ان اداره النشر العام بعيدا عن السلاسل بتنشر لكل الاعمار. فهي مش عشان دول لهم ميزه، لا ده عشان دول ياخدوا شويه من حقهم. علشان يعني حاجه بقى لا 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 شكرا. لو مفيش تعليق تاني اسمحوا لنا ننهي بقصه وقصيده.